أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية إلى رتبة الفريق. مشاهدينا، ننوه إلى ورود هذا الخبر العاجل، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية إلى رتبة الفريق.